السلام عليكم، ازاي الحال؟ معكم دكتورة سارة. اليوم أنا جاية أتكلم في موضوع صراحة شائع جدا وحوله لغط كثير والناس ما فاهمه كويس، فخلوني أتكلم عنه وأوضحه بطريقة مبسطة، اللي هو موضوع المرارة. تلقى النسوان يتكلموا أنا عندي مرارة وعملوا لي عملية مرارة وبتاع، هل نحن فاهمين المرارة دي شنو يعني؟ خلينا نشوف. طيب، معاكم دكتورة سارة محمد صالح أحمد. أنا طبيبة باطنية وعندي قناة في اليوتيوب، يعني تتحدث عن مواضيع مختلفة، ولكن المواضيع الطبية جزء كبير منها، وبحاول أوضح بعض الأمراض الشائعة بالذات المرتبطة بأسلوب الحياة وكيف الناس ممكن يتعاملوا معاها ومعناتها شنو. طيب، اليوم زي ما قلت لكم هنتكلم عن المرارة، والمرارة دي هي عضو من أعضاء الجسم اللي بيشارك في عملية الهضم. وخليني عشان أنا كشرحي يكون أفضل نوريكم صورة. أرجو إنه تكون صورة واضحة. المرارة هي الجزء ده، الجزء الأخضر ده، زي ما لاحظتوا في جزء منها ظاهر هنا وفي جزء منها مغطى بالكبد. دي الكبد يا جماعة، واللي هي موجودة في الجزء الأعلى من البطن. دي كلها هنا كده، قول التجويف البطني ممتد كده، ده الجزء اليمين من التجويف البطني. الجزء هنا ده الكبد، تحت الكبد موجودة هذه المرارة، هنا هذه المرارة. أوكي، طيب عشان تعريفها يكون مبسط، المرارة هي بكل بساطة تجويف أو عضو أجوف عضلي زي الكيس، يعني كيس عضلي. وهذا الكيس وظيفته إنه يخزن مادة اسمها المادة الصفراء. الناس لازم تعرف انه الكبد ده عندها وظائف كثيره جدا جدا، ومن ضمنها افراز ماده اسمها الماده الصفراء. والماده الصفراء دي لو لاحظتوا هنا في حاجه خفيفه كده، ده رسمه خفيفه هنا جايبه لي وعاءين كده، ضغطس اوعيه جايه من الكبد، وهي في الحقيقه دي تجمع بتاع اوعيه دقيقه كثيره بتصب في الوعاءين الكبار ديل، وفي النهاية بيكونوا وعاء واحد، وهذا الوعاء مرتبط ب المرارة. أوكي، جزء من إفراز المادة الصفراء اللي بتفرزه الكبد ده بيمشي يتخزن هنا، لأنه هي عملية الإفراز بتكون مستمرة، ولكن إحنا احتياجنا لهذه المادة الصفراء ما مستمر، غالبا بنحتاج ليها مع الاكل، لان هذه الماده الصفراء وظيفتها انها تساعد في عمليه هضم الدهون. طيب، ممكن زول يسال يقول لك كيف هضم الدهون؟ هي قاعده هنا في الكبد كيف بتاع. لو لاحظتوا انه زي ما قلت لكم القناتين الكبار ديل جو اجتمعوا هنا، عملوا قناه كبيره وجزء ويرتبطوا او في قناه هنا بينهم وبين المراره، ديل كلهم بيتجمعوا عشان يعملوا قناة كبدية كبيرة. وهذه القناة بتمشي تفتح في، شفتوا هنا الحتة دي؟ دي هنا الحتة بتدخل القناة دي في الاثنا عشر. الاثنا عشر ده جزء من الإمعاء الدقيق، الجزء الأول من الإمعاء الدقيق. وقبل كده أنا ذكرت في فيديو سابق إنه الإمعاء الدقيق دي مكان الرئيسي لعملية هضم الطعام. المكان الرئيسي اللي بتحصل فيه عملية هضم الطعام هو الإمعاء الدقيق. أوكي؟ ومن المواد المساعدة على عملية الهضم هي المادة الصفراء دي، المخزنة هنا دي في المرارة. أوكي؟ وظيفتها المساعدة على هضم الدهون. أنا ما حأمشي أكثر في الموضوع ده، لكن بس أفهمه إنه المادة الصفراء وظيفتها هي المساعدة على عملية هضم الدهون. طيب، يبقى لما نزول ياكل دهن،
وظيفة هذه المرارة إنها تفرز المادة الصفراء تمشي في الغنى دي عشان تصل للإثنى عشر وتختلط مع الطعام وتساعد في عملية الهضم. هي ما إنزيم هضمي، ولكن هي مادة مساعدة في عملية الهضم. طيب ابدأ من ناحية موقع، هي موجودة تحت الكبد، تحت الفص الأيمن من الكبد. جزء منها بيطلع شده زي راسه كده بيطلع، لكن هي مخفية تحت الكبد، عندها زي مادة حتة تجويف كده في الكبد قاعدة فيه. أوكي، وزي ما قلنا مرتبطة بهذه الغنوات مع الغنوات الجاية من الكبد اللي بتفرز أو بتحمل المادة الصفراء عشان تتخزن فيها. كونها عضلية أو كونه كيس عضلي معناها قادرة على الانقباض والانبساط، ده يعني عشان كده هي تعتبر أو هي مصنوعة من عضلات، لأنه لما أنت تجي تفرز المادة الصفراء الكيس ده بينقبض ويفرز المادة وتمشي في هذه القناة الرئيسية عشان تصل إثنى عشر وتساعد في عملية الهضم. يبقى دي ببساطة الحاجة اللي بتعملها المرارة، دي وظيفتها. وده موقعها في الجسم، هنا موجودة هنا في أعلى التجويف البطني، الجزء الأيمن تحت الكبد. طيب القصة شنو بتاعتها؟ بيحصل شنو يعني؟ ليه نحن عندنا مشاكل بتاعت مرارة والكلام ده؟ أمراض المرارة دي هي شنو؟ طيب قبل ما أدخل في الحتة دي، أنا عاوزة أشرح للناس إنه نحن عندنا عدد محدود من أسباب الأمراض. الأمراض في الجسم كله عندها زي 10 أسباب. أوكي، أو 10 طرق ممكن تحصل بيها. في أمراض التهابية، يعني مثلا لو الناس واحد حصل أو واحد فيكم حصل له مثلا أصبعه انضرب ورم وبقى أحمر وبقى يوجع وبعد شوية كون صديد، ده نوع من الالتهاب. أوكي، الالتهاب ده ممكن يحصل في أي حتة في الجسم، أي نسيج في الجسم ممكن يحصل له التهاب، بس نحن بنشوف ده لكن ما بنشوف الباقي، بنحس به. أوكي، فده واحدة من طرق تسبيب الأمراض. الالتهابات دي اللي هي بنسميها inflammation ممكن تنتج من أسباب كثيرة. أوكي، من ضمن هذه الأسباب هي الإصابات الجرثومية، بكتيريا، فيروسات، الحاجات دي. وفي أسباب أخرى، يعني أسباب مثلا جهاز المناعة، مثلا المناعة، أمراض المناعة الذاتية، بعض الأورام، دي كلها ممكن تعمل أنواع من الالتهابات. ولكن الحاجة الشائعة والناس اللي بيعرفوها هي إنه الالتهاب بينتج من إصابات معدية أو عدوى أو إصابات جرثومية. طيب دي واحدة من الطرق. الطرق الثانية لتسبيب الأمراض هي عمليات التسمم. الواحد ممكن يصاب بمرض لأنه تسمم، إذا السمم أخذ سم، يعني مثلا عديل كده ده مثلا دقاه دبيب، الدبيب ده عنده سم في تحت أسنانه دي ودخل في جسمه وعمل له مشاكل في الأنسجة بتاعته وفي الأجهزة الداخلية بتاعته. أو حتى الأدوية ممكن تكون مسمة، يعني في أدوية قوية لدرجة إنها ممكن تعمل مشاكل في الجسم وأمراض، مثلا الكيميائي، العلاج الكيميائي بتاع السرطان هو بيقتل السرطان ولكن بيؤثر برضه في بقية أجزاء الجسم ويعمل لك أمراض مثلا. أو إذا أخذت جرعة زائدة من دواء معين، ده برضه نوع من التسمم، وهكذا. يعني التسمم واحدة من الأسباب. تاني في أسباب بنسميها أمراض أيضية زي السكري. الأيض، أي حاجة مرتبطة بعملية الأيض أو الميتابوليزم دي بنسميها أمراض أيضية، زي السكري، زي مثلا الأمراض بتاعة الغدد الصماء عموما، أمراضها بنسميها أمراض أيضية. تاني في طريقة ممكن تصاب إصابة، يعني حادث مثلا ضربت أو وقعت أو كسرت حاجة، ده برضو من الطرق. في أمراض الأورام، أمراض أورام خبيثة أو أمراض حميدة، أورام حميدة دي ممكن تصيب أي منطقة في الجسم، أي نسيج ممكن يصاب بهذا النوع من الأمراض. فدي طريقة من طرق الأمراض. تاني أمراض الأوعية الدموية،
وزي ما انا قلت قبل كده، الجهاز الدوري ده حايم الجسم كله، اي خلية في الجسم مرتبطة بالجهاز الدوري. اوكي، اذا اصيب الجهاز الدوري في منطقة معينة او في الجسم كله باي نوع من امراض، تصلب شرايين، انسداد، نزيف، دي كلها بنحطها تحت المظلة بتاعة الامراض او مشاكل الاوعية الدموية، ودي ممكن يصاب بها اي نسيج في الجسم. تاني، في امراض وراثية، الواحد يتولد او الواحد الطفل يتولد بمشاكل وراثية، يا اما في شكل جين، الجينات الوراثية تكون حاصلة فيها او تحمل امراض معينة، زي مثلا المرض بتاع الانيميا المنجلية. الانيميا المنجلية ده مرض وراثي. مشاكل الهيموفيليا برضو مرض وراثي. وفي ناس عندهم برضو تشوهات خلقية تعتبر كونجنيتال، اللي هي مع الولادة، ما وراثية ولكن مع الولادة، برضو دي مشكلة أو ممكن تعمل مشاكل. تاني، في أمراض نتيجة لتحلل الخلايا، degenerative diseases، ودي من يمكن أشهر الأمراض اللي تقع تحت النوع ده، اللي هي زي الزهايمرز، الزهايمر زي ما بيسموه، ده يعتبر مرض تحللي، اللي هي موت، نتيجة موت الخلايا العصبية في المخ، وهكذا. فيبقى لما انت تيجي تتكلم عن اي عضو من اعضاء الجسم وتذكر، انا داير اتكلم عن الامراض اللي ممكن تصيب هذا العضو، اي من هذه الاسباب ممكن ينطبق على هذا العضو. يعني انا دلوقتي بتكلم عن المراره، المراره ممكن يحصل فيها التهاب، ممكن يحصل فيها اصابات جرثوميه، ممكن يحصل فيها تسمم، ممكن يحصل فيها واحد يطعنه بسكين تقوم المراره تتفقع مثلا، يعني اصابه نتيجه حادث، ممكن يحصل فيه ورم، اورام اذا خبيثه او حد او حميده، ممكن يكون في امراض مرتبطه بها نتيجه للوراثه، وامراض مثلا نتيجه لمشاكل في الاوعيه الدمويه، يا اما نزيف او انه يحصل لها موت وضمور نتيجه لانه ما لاقيه الدم ما جايها وما واصله بصوره سليمه، وهكذا. يبقى زيها وزي اي من الاعضاء الاخرى اللي في الجسم تصاب من اي من هذه الانواع الامراض او المشاكل الصحيه اللي ممكن تصيب اي من انسجه في الجسم. طيب نرجع للمراره. المراره رغم انه كل الحاجات دي طبعا تنطبق عليها، لكن انا عاوزه اركز على قصه حصاوي المراره. دي اشهر حاجه بخصوص المراره. مراره ممكن يجيها سرطان، ممكن تلتهب، ممكن اي حاجه، لكن الحصاوي المراره هي من اشهر الامراض اللي بتصيب هذا العضو او هذا الجزء من الجسم. طيب قصدنا شنو بحصاوي المرارة؟ زي ما قلت لكم، المرارة هي جزء يخزن المادة الصفراء، والمادة الصفراء دي تتكون من خليط بتاع مواد أخرى، مواد مع بعض، يعني من ضمنها كوليسترول، من ضمنها مادة اسمها البيلروبين، اللي هي دي اللي بتعمل الصفار، لما يجيك الزول يصاب بصفار ده اسمه بيلروبين. أنا عشان ما أدخل في لخبطة الناس شديد، الحصاوي تنتج من ترسبات هذه المواد. إذا حصل ترسبات مع الزمن، هذه الترسبات دي تتعمل مع بعض تعمل حصاوي. وهي بتنتج يا إما الكوليسترول زيادة عن اللزوم في المادة الصفراء، يعني حصل زي عدم اتزان في المواد المكونة للمادة الصفراء، يا إما الكوليسترول زاد عن اللزوم أو المادة الصفارة الثاني ده زاد عن اللزوم، فتتكون حصاوي. اوكي، والنوع الحصاوي اللي مرتبط بحكايه الكوليسترول دي عنده عوامل خطوره، ممكن تقول انه يعني في ناس معرضين اكثر للاصابه به. وزي شنو؟ الناس اللي عندهم سمنه، يعني يعانوا من سمنه، النساء اكثر عرضه من الرجال، او الاناث اكثر من الذكور، في بعض الاثنيات معرضه اكثر، يعني هنا نحن في امريكا مثلا عندنا الناس من اللاتين امريكان ديل،
عند أكثر عرضة للإصابة بأمراض حصاوي المرارة. كذلك البلاكس برضو أكثر شوية. بعد عمر معين شدة أو خطورة الإصابة بتزيد، يعني في الناس عادة أكبر شوية كبار. بعدين تاني في شنو؟ أنا قلت السمنة، لكن حتى فقدان الوزن الواحدة لما تكون واحد لما يكون سمين شديد ويفقد وزنه برضه عرضة لأنه يصاب بحصاوي المرارة. يعني فقد الوزن بالذات للناس اللي وزنهم شديد كثير، يعني مثلا الناس اللي عندهم وزن زايد شديد ويعملوا عملية بتاعة تكميم ولا كده ويفقدوا وزنهم، دي العرضة إنهم يصابوا بحصاوي المرارة برضه. شفتوا؟ ولكن أفهموا إنه القصة كلها هي عبارة عن عدم توازن في مكونات المادة الصفراء. عدم التوازن ده بيعمل للترسبات، والترسبات دي بتعمل حصاوي. طيب ممكن زول يقول لي المشكلة شنو؟ ما تتكون الحصاوي كان متكون. أيوة في مشكلة. عادة الحصاوي بتكون قاعدة في المرارة دي وما في مشاكل. إذا هي قاعدة في حتتها بس ساكنة كده مترسبة وقاعدة، عادة ما بتعمل مشكلة. ولكن هذه الحصاوي، لأنه زي ما قلنا المرارة دي عندها قدرة على الانقباض والانبساط، ممكن تتحرك من مكانها، ممكن تتحرك من مكانها. خلوني أوريكم صورة ثانية. طيب طيب الصورة دي يمكن ما واضحة شديد، لكن على الأقل مورينا المرارة. دي المرارة هنا ودي حصاوي في المرارة. طالما إذا الحصاوي دي قعدت في حتتها دي كده وما تحركت، عادة ما بتعمل مشكلة في غالب الأحيان. ولكن إذا تحركت وبدأت تدخل هنا، يعني ملاحظين القناة دي اللي هي بتوصل بين المرارة والقناة الأساسية الرئيسية هنا، إذا مش اتحرك حصوة وقفلت القناة دي هنا مشكلة بقى. يبتدي الناس يصابوا بمغص. ليه؟ لأنه المرارة بتنقبض وتنكمش عشان تتخلص من الانسداد ده. أي انسداد في أي حتة في الجسم بالمناسبة بيؤدي إلى إنه بيحصل تقلصات شديدة عشان تتخلص من الانسداد. يعني انسداد في الامعاء بيعمل نفس الحكايه، انسداد في الحالب اللي هو بتاع الكلى ده بيعمل نفس الحكايه. فيبقى هتحصل تقلصات شديده نتيجه لان الحصوه دي قاعده هنا قافله السكه عشان كده. التقلصات دي مؤلمه جدا. عشان كده عاده المشاكل المراره تبتدي بانه بعد الاكل اللي هو الوقت اللي بيحصل فيه تبتدي المراره تتقلص، و إذا في انسداد أو انسداد إذا كامل أو شبه كامل بالحجر الحامل اللافة ده أو الحصوة اللافة دي طوالي، يبتدي الشخص بعد الأكل بالذات إذا أكل أكلة فيها دهون كثيرة يبتدي يحس بمغص. ولكن ده المغص ده ما بيستمر مدة طويلة، لأنه الحصوة دي مثلا هتتحرك ترجع تاني تقعد مع أخواتها هنا وخلاص الانسداد بيروح، بعد ذاك الألم يروح. ولكن إذا استمرت الحصوة دي موجودة هنا والانسداد موجود، قد يحدث التهاب في المرارة. التهاب في المرارة نتيجة هذا الانسداد، والالتهاب ده الألم بقى ما بيروح، خلاص بيستمر. ويبتدي الزول بجانب الألم يحس بغثيان وطمام واستفراغ ومشاكل اللي بنعرفها عن مشاكل المرارة دي. أوكي؟ فيبقى بالمناسبة دي المعدة هنا في النص، ولو لاحظتوا الأنبوبة الرئيسية دي اللي هي جايبة من الكبد هنا وجاية معاها الأنبوبة بتاعة المرارة ماشية عشان تكب في الاثنى عشر هنا، دي الحتة هي دي الفتحة اللي هنا، ودي مساهمتها في عملية الهضم بتحصل كده. ده الجهاز ده بالمناسبة اسمه البنكرياس.
شفتوا الجوزو ده اسمه البنكرياس، وهو برضو بيصب في الاثنى عشر، عنده غناء كبيرة كده اللي هي دي اللي في النص دي، تمشي تصب مع الغناء جاية من الكبد، بيصبوا مع فتحة واحدة بيصبوا في الاثنى عشر. البنكرياس بقى هو العضو الرئيسي في عملية الهضم، هو ده اللي بتطلع منه الانزيمات الرئيسية الأساسية اللي بتعمل عملية الهضم. عشان كده هم لأنه عملهم المفروض يكون متناسق بيفتحوا مع بعض في الاثنى عشر. طيب يبقى دلوقتي فهمنا كيف بيحصل المغص بعد الأكل، وقد يحصل مرات عديدة، يروح ويجي ويروح ويجي. ده بس بيدل على إنه في حصاوي، والحصاوي دي غير مستقرة بتتحرك. لكن إذا الألم استمر مدة طويلة والواحد بدأ يحس بأعراض شديدة بتاعت استفراغ وغثيان، وتجي وممكن حمى وممكن تجي وحاجات زي دي، أنا طوالي يمشي راجع الطوارئ، لأنه ده قد تكون التهاب مرار. الالتهاب ده مرحلة ما بعد المغص. وإذا التهبت المرارة وفيها حصاوي وكلام زي ده، العلاج هو الجراحة، بيشيلوها يطلعوها جراحية. يعني الفرق بين حصاوي المرارة وحصاوي الكلى مثلا، إنه أنت طبعا ما بتشيل الكلى، لأنه يعني عادة ما بنعمل كده، الكلى دي ما ممكن تشيلها لأنها جهاز مهم جدا، ما ممكن تشيل الكلى بس لأنه فيها حصوة. فيبقى عندها طرق أخرى للعلاج، أنت مثلا بتكسر الحصاوي، بتسيحها، بتعمل لها حاجات زي دي. لكن في المرارة، المرارة دي جهاز يمكن التخلص منه أو يمكن العيش من غيره، يعني زيه زي الزائدة الدودية، يمكن هي أكثر أهمية من الزائدة الدودية طبعا، لكن أنت ممكن تعيش من غير مرارة، ما هي وظيفتها تخزين فقط. يعني الكبد ما حتبطل تفرز المادة الصفراء لأنه إحنا شلنا المرارة، المادة الصفراء إفرازها حيستمر، ولكن بيكون ما منظم بقدر ما لما يكون عندك مثلا هذا الجهاز اللي هو المرارة، لأن وظيفتها تخزن، ولما نحتاج له نطلع. لما انت تشيل المرارة برا، الوظيفة التخزينية دي راحت، يبقى المادة الصفراء بتمشي من غير هذا النوع من التنظيم. طيب يبقى لما تبتدي تتحرك هذه الحصاوي، ده معناها الوقت بعد ده حان لإزالة هذه المرارة. ولكن طالما انت لو مشيت عملت اشعه لسبب اخر وقاموا يقول لك اه والله لقينا عندك حصاوي في المراره، ده ما معناه انه لازم تعمل جراحه. لا، حصاوي في المراره، حصاوي المراره دي حاجه شائعه وكثيره وناس كتار عندهم وقاعدين عايشين من غير مشاكل يعني. ولكن لما تبتدي تعمل مشاكل لازم تتشال. طيب المشاكل هي شنو؟ المغص، الحالات المغص المرتبط بالمرارة، وحالات الالتهاب، وتاني حالات الانسداد للغنوات الرئيسية دي، إذا انسدت بتعمل التهاب شديد في الغنوات دي، وده ممكن يكون بالمناسبة حاجة خطيرة يعني. وتاني ممكن تعمل التهاب في البنكرياس. أنا كلمتكم وقلت لكم الغناء البنكرياسية والغناء المرارية ديل بيرتبطوا مع بعض عشان يخشوا في الاثنى عشر. فارتباطهم ده بيخلي انه انت ممكن تعمل تؤثر برضو في عمل البنكرياس وتؤدي الى التهاب البنكرياس. والتهابات البنكرياس يعني مشكلة برضو تعتبر relatively خطيرة، وقد تتعقد يعني، في ناس بيجيهم بسيط وفي ناس بيصابوا بمشاكل كبيرة نتيجة الحكاية دي. فيبقى يا جماعة الحاجة اللي أنا عاوز الناس يفهموها، إنه مرض المرارة أو حصاوي المرارة ده مرض شائع، شائع أكثر في النساء ولكن يصيب الرجال أيضا. عنده بعض عوامل الخطورة زي الوزن الزائد أو فقدان الوزن الشديد. عنده تاني مثلا في بعض الإثنيات أكثر، في بعض الجغرافيات أكثر، وهكذا يعني. وهو هي أنواع ودرجات أمراض المرارة، درجات، وممكن تكون أي من الطرق اللي أنا ذكرتها دي، التهابات، أورام، مشاكل بتاعت
مشاكل وراثية، مشاكل تسممية، مشاكل أي نوع من هذه الطرق للإصابة بالأمراض تصيب المرارة. ولكن حصاوي المرارة هي من أكثر الأسباب أو الأمراض الشائعة، والناس مفروض يعرفوا عنها بعض المعلومات اللي حاولت أبسطها أنا هنا وكده. يعني العلاج هو إزالة المرارة كلها، مش إزالة الحصاوي. ما بنعمل كده، أنت ما بتعمل كده، ما بتزيل الحصوة، ما زي الكلى يعني. انت هنا بتزيل كل الجهاز، ودلوقتي العملية بقت سهلة لأنه بتتعامل بمناظير. زمان كانوا بيفتحوا فتحة كبيرة كده ده ويشفع الكبد ما بعرف وين واعمل شنو، دلوقتي بالمنظار. وعمليات المنظار ميزتها إنها أول حاجة سهلة، تعقيداتها أقل، والفتحة اللي موجودة في الهناية دي أقل، والناس بتطلع من المستشفى تاني يوم طوال. الليلة يعمل العملية، تاني يوم تمشي البيت، بس انتهينا. وهي من أكثر العمليات الجراحية شيوعاً في العالم يعني. طيب أنا يعني مستعدة لأي إجابة عن أسئلة بخصوص المرارة ومشاكلها في التعليقات، فحاولوا إنكم تسألوا إذا عندكم أي استفسارات. ودي بس مقدمة كده عن مشاكل المرارة. ممكن في مستقبل إن شاء الله نحاول نتكلم أكثر، يمكن بالذات إذا حسيت إنه الناس عندهم أسئلة كثيرة وكذا نحاول نجاوب عليها. شكرا لكم، شكرا جزيلا.